بسم الله والابن والروح القدس إله واحد أمين. محب الإله هي مش بس صفة حلوة، لكن هو ده معنى اسم الشهيد العظيم اللي هنتكلم عليه النهاردة، هو الشهيد فيلوساوس. الشهيد فيلوساوس اتولد في بلد اسمها أنطاكيا، وكان والده ووالدته وثنيين، وكانوا بيعبدوا عجل اسمه زبرجد. أبوه كان بيحبه جداً، وطلب منه لما بقى عنده 10 سنين طلب منه يجوا يسجد للعجل، لكنه رفض بشدة، ودي كانت حاجة غريبة، يعني ليه رفض؟ لكن أبوه عشان كان بيحبه قال لسه صغير معلش مش فاهم، خليها الوقت تاني. الشهيد كانت بتشغله جدا فكرة فين ربنا، هو ما كانش مصدق أنه ممكن يكون زبرجد ده هو ربنا، وكانت شغلاه الفكرة جدا، وكان بيدور على ربنا. وفي مرة وقف قصاد الشمس وقال لها إذا كنت أنت الإله الحقيقي عرفيني نفسك. لكن ساعتها جاله صوت من السماء وقال له أنه مش هي دي الإله الحقيقي، دي مجرد خادم وعبد للإله الحقيقي اللي أنت هتعرفه وهتحبه ودمك هيتسفك من أجله. لما رأى ربنا قد إيه استقامة قلبه وقد إيه اشتياقه أن هو يعرفه، بعت له ملاك. الملاك ده ابتدى يعرفه ايه هو الايمان، ابتدى يحكي له عن الخليقه، ابتدى يحكي له عن التجسد، ابتدى يحكي له عن المعموديه، عن الكنيسه، عن الفداء، عن الصليب، عن القيامه. ابتدى يعرفه كل حاجه، وفعلا القديس امن واعتمد. بعد شويه ايام كده ابتدى ابوه يجي تاني ويعمل حفله كبيره، وقال له تعالى قبل ما نبتدي ناكل في الحفله تعالى اسجد للعجل اللي اسمه زبرجد. ساعتها القديس وقف قصاد العجل وسأله، قال له أنت هو الإله الحقيقي اللي المفروض نعبدك؟ ساعتها طلع صوت من العجل وقال أنا مش الإله الحقيقي، أنا الشيطان سكن فيا وخلاني أجدع الناس وأضل الناس. وساعتها هاج جدا العجل ده وجري ونطح الأب والأم والد والدة الشهيد فيلوساوس وموتهم. صلى الشهيد، صلى عشان أبوه وأمه اللي الشيطان موتهم، وبصلواته ربنا رحمهم وأقامهم من الموت، وأمنوا واعتمدوا ودخلوا الإيمان. ومن اللحظة دي ربنا إدى للشهيد موهبة شفاء الأمراض، زاع صيته جدا جدا وابتدى يتعرف، وصل خبره للملك دقلديانوس. أول ما وصل خبره للملك دقلديانوس، الملك دقلديانوس بعت له وأمروا أنه يبخر للأوثان، رفض، حاول معاه كتير لكنه رفض بشدة. بعد كده عذبوا عذاب شديد جدا وبرضه ما لقاش منه فايدة. الملك دقلديانوس لما لقى أن الموضوع العذاب مش نافع حاول يلطفه ويوعده بأمجاد ويوعده بحاجات كتير لو بخر للأوثان. الشهيد فيلوساوس أوهمه أنه يعني ممكن يكون وافق. ساعتها فرح الملك دقلديانوس جدا وعمل حفلة كبيرة وعمل موكب كبير، وقال هاتوا 70 وثن وهاتوا الكهنة 70 بتوع 70 وثن واعزموا الناس كلها عشان تشوف في الاحتفال ده، تشوف فيلوساوس وهو بيسجد للوثن. الموكب وهو ماشي كان الشهيد فيلوساوس بيصلي كتير وبتضرع على ربنا ان ربنا ينقذه من الامر ده. بتقول السيرة ان الارض انشقت وبلعت الأوثان وبلعت 70 كاهن بتوع الوثن وبلعت خدام الوثن. ساعتها ناس كتير جدا جدا دخلت في الإيمان، وصار أمر الشهيد فيلوساوس معروف جدا عند الكل. الملك دقلديانوس لما عرف الموضوع ده اتغاظ جدا وأمر إن الشهيد لازم يستشهد وتتقطع رقبته، وكان ده في يوم 18 طوبة بتعيد الكنيسة كل 18 طوبة بعيد استشهاد الشهيد فيلوساوس. الحقيقة أن الشهيد فيلوساوس فيه حاجات كتير جدا في حياته ممكن نتعلم منها، بس عشان وقتنا ناخد نقطتين بس. النقطة الأولانية أن الشهيد فيلوساوس كان شاغل باله جدا فكرة ربنا فين. يا رب أنا عاوز أعرفك، يا رب أنا عاوز أصاحبك، يا رب أنا عاوز أتكلم معاك، يا رب أنا نفسي يكون في علاقة بيني وبينك. ساعات بنحس انه ربنا ده حاجه فوق واحنا هنا تحت ومفيش علاقه بيننا. الشهيد فيلوساوس كان مهتم جدا جدا يكون فيها علاقه كلها معرفه وموده وصداقه
ما بينه وبين ربنا. النقطة الثانية انه لما الشهيد فيلوساوس وقف قصاد العجل وسأله السؤال اللي اتكلمنا عنه من شوية وقال له انت هو ربنا، معقولة انت هو ربنا؟ وساعتها العجل قال لا انا مش ربنا، ده الشيطان دخل فيا وخلاني اخدع الناس. ساعتها هجم العجل ده، هجم على ابو وام الشهيد فيلوساوس وموتهم. الحقيقة انا كنت متخيل يحصل غير كده، كنت متخيل ان العجل ده يهجم على الشهيد يحاول يأذيه او يحاول يضره لان هو اللي فضحه وهو اللي كشفه، لكنه الحقيقة هجم على الاب والام، مع ان الاب والام دول هم اللي كانوا بيعبدوه، هم اللي كانوا بيمجدوه، هم اللي كانوا بيسجدوا له، هم اللي كانوا كل يوم بيوكلوه. وكأن الشيطان بيفضح نفسه ان انا ملياش حبيب وانا ملياش صديق وانا ملياش قريب، واكتر ناس هتتأذي وتتعب وتتبهدل اللي هم ماشيين معايا. لكن محب الإله محدش يقدر يجي جنبه. وكأننا بنسمع الآية اللي في سفر الأمثال إصحاح 18 عدد 5 اللي بتقول اسم الرب برج حصين يأتي إليه الصديق ويتمنى. ربنا ينفعنا بصلوات وطلبات الشهيد فيلوساوس، له كل مجد وكرامة من الآن والأبد. آمين.